أما الملف الكبير بقى والهم الخطير اللي بيهدد مستقبلنا كلنا، مسلم ومسيحي، إخواني وعسكري ومدني، راجل، ست، طفل، الملف ده هو نقطة المية، سد النهضة. كل يوم كنا بنحذر من اللي بيحصل والنتيجة اللي وصلنا لها، وهنعرض لكم بالصوت والصورة إزاي كان برنامج مصر النهاردة هو عينكم على الملف ده، وإزاي البرنامج ده قال إيه من 2015 ل 2019 بدون مزايدة من عمرو أديب ولا غيره، اللي كان كل جهدهم إزاي يدلسوا ويكذبوا وينيموا الشعب. أكتر من 50 حلقة عرضها البرنامج ده، 50 حلقة عن سد النهضة من أكتوبر 2015، واليوتيوب عند حضرتك تقدر تراجع التاريخ. احنا البرنامج الوحيد في كل القنوات العربية اللي بدأ فتح ملف سد النهضة من أكتوبر. الملف اتمضى اتفاقية من 23 مايو 2015، 23 مارس 2015. البرنامج ده فتح الملف ده في أكتوبر 2015 لغاية سبتمبر 2019، أكتر من 50 حلقة بالإضافة إلى حلقات يومية كانت من بداية أكتوبر الجاري. خلونا بقى نفتكر ونثبت للمشاهد اللي فاتوا مصر النهاردة من زمان، نفتكر مع بعض كنا قلنا إيه ووصلنا لإيه، ولأي حد كان برنامج مصر النهاردة صادق وأمين مع المشاهدين. تعال نتفرج كده بتاريخ 29 ديسمبر تقريبا 2015، أثيوبيا بتعلن ما لديها، أما النظام كان بيضحك علينا أو بيضحك على الشعب وعايز يخلي المفاوضات سرية. اتفرج كده عشان انت ما تعرفش هو بيوافق على ايه وبيرفض ايه، وما تسألش وتعطش لما يجي وقت العطش. طيب خد اللي بعد كده. وزير المياه الاثيوبي بيقول سنصدر بيانا يبين موقفنا الرسمي من اجتماع سد النهضة. الله، الخبر اهو. طيب هل في، انت جايب الخبر ده ليه يا حاج محمد؟ اقول لك انا ليه يا حاج حسين. وزير المياه الاثيوبي بيقول هنصدر بيان يبين موقفنا الرسمي من اجتماع سد النهضه. هيصدر بيان لمين؟ للدول، للعالم يعني، وايضا لشعبه، للشعب الاثيوبي. يعني اثيوبيا هتصدر بيان رسمي يبين موقفها الرسمي في اجتماع سد النهضه، بينما انت كمصري حكومتك او نظامك بيقول لك الموضوع ده سر. يعني اثيوبيا بتقول هنصدر بيان عشان نبين للشعب الاثيوبي والعالم موقفنا في الاجتماعات، وانت يقول لك لا، انت الموضوع سري ومش هيتنشر، وكل اللي هيحصل جوه الاجتماعات دي محدش هيعرف عنه حاجه. شوف موقف اثيوبيا ازاي وموقفنا احنا ازاي. ده اللي كنا قلناه يا جماعه في 2015، انه السيسي عايز يخلي المفاوضات سريه بينما اثيوبيا كانت بتعلن للشعب. الحلقه دي في 2015. اما في 4 يوليو 2016 فعندنا حلقة السيسي كان بيتكلم عن التقشف والكيان الصهيوني ودول خليجية بتتحرك في إفريقيا. نشوف الحلقة دي كده. الوقت اللي رئيسك فيه بيطلع يقول ما ناكلش، ما ننامش، ما نتعراش، ما نتعلش، وكلام كده عاطفي من نوعية هاني شاكر. الراجل الإسرائيلي بيتحرك والبنك الدولي بيتحرك، وزي ما بيقول هو والعهدة على الراوي إن دول الخليج داخلة في المشروع ده، مشروع استثمارات المياه. طيب قلت لكم من شوية انه دول الخليج او بعض دول الخليج ساهمت في تمويل مشروع سد النهضة في اثيوبيا. انا ما قلتش ده من عندي، ده اللي قال الكلام ده كمان التحرير، جورنال التحرير اهو بيقول ان دول الخليجية ساهمت، او الخبر اهو، هل تساهم الاستثمارات السعودية والاماراتية باثيوبيا في بناء سد النهضة؟ ده بيؤكد كلام الأستاذ نادر نور الدين، إثيوبيا تشكر السعودية والإمارات. ده بيؤكد كلام الأستاذ طب السعودية ليه هتدفع فلوس في سد النهضة؟ حبا في إثيوبيا؟ استحالة. بمغرمين بيهم؟ استحالة. بيعشقوا الأثيوبيين كما يعشق نتنياهو السيسي؟ استحالة. إنما لغة مصالح، مشروع الأنابيب اللي قال عنه الأستاذ نادر نور الدين بقى مهم جدا، هيعدي من الدول العربية. تعال بقى نشوف. عشان كده في الوقت اللي فيه في ديسمبر 2016 كنا قلنا ان السيسي رسميا دمرنا بسد النهضة، وان اعلامه في الوقت ده كان لسه بيطبل. شوف الفيديو ده في 2016.
جابت اخرها يعني. واللي جاي السيسي هيشوف نتائج اللي هو عمله. رايح اوغندا مع احترامنا طبعا لدوله اوغندا العظيمه يعني. وقال المتحدث باسم الرئاسه علاء يوسف بحسب حصل تصريح نسخه منه ان السيسي والرئيس الاوغندي بحث سبل تطوير العلاقات الثنائيه. اي كلام اي كلام في اي حاجه. ليه بقى؟ نيجي بقى ها. وقال المتحدث ان المباحثات تطرقت لعدم حيث اكد التزامهم بمواصله الجهود المشتركه والاستقرار والتنميه في افريقيا. لا تعديها دي ها، وخاصه في منطقه ايوه حوض النيل ايوه، ومنطقه ايه البحيرات العظمى ايوه، وايه كمان القرن الافريقي ايوه. يا سلام، كانت تايهه ولقيناها. اذا اللي ما يعرفش اوغندا يقول عدس. اوغندا اصلا بس على بحر على بحيره فيكتوريا. فهو السيسي رايح اوغندا عشان يقول لها خليكي، هي باظت منه خالص. انا بقول لحضرتك باظ اتفاق سد النهضه اللي عمله عبد الفتاح السيسي، وللكلاب الاعلاميين في مصر والكلاب المثقفين في مصر مش قادرين يتحملوا المسؤوليه خالص. يعني شايلوا الدكتور مرسي انه باع الهرم لقطر وده ما حصلش، وانه باع مش عارف ايه للسعوديه وده ما حصلش. ولما باع فعلا السيسي الجزيرتين وباع مش عارف السد، ما حدش فتح بوق لحد النهارده. فهو السيسي باظت منه خالص بقى. طيب باظت منه ليه بقى؟ لان السيسي ارتكب مجموعه بعد مضي سنتين من توقيعه لاتفاقيه سد النهضه، يعني في مايو 2017 بعد 14 جوله من المفاوضات وفشل المباحثات. كان معانا برضو حلقه وكان في جزء من مداخله مع عضو مستقيل من لجنة سد النهضة، نفتكر بقى الفيديو ده كده. بعد 14 جولة من المفاوضات فشل المباحثات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وفورن أفيرز ضعف مصر تسبب في تشدد السودان في ملف حلايب وشلاتين، والبشير نتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلال أراضي سودانية. ده الخبر خلاص، أدو الخبر أهو، الجولة 14 فشل في حل الخلافات حول دراسات صدر. في سبتمبر 2017 دخلنا في الجد كارثة وصول التوربينات المولدة لكهرباء سد النهضة، ودي برضو اتكلمنا عنها في برنامج مصر النهاردة. لو ما جاتش طبيعية بنخلقها احنا. في كارثة داخلة على مصر اسمها سد النهضة، عشان كده حطنا لكم اللوحة دي في أول خبر. دخلنا في الجد، دخلنا في الجد بخصوص سد النهضة. انت اخر خبر عندك في سد النهضة ان مصر لسه بتراجع الرسومات الهندسية والمكتب الهندسي، كلام الفاضي القرع ده. بص بقى الخبر، كارثة تدق الابواب، بدء وصول توربينات توليد الكهرباء لسد النهضة الاثيوبي تمهيدا لتشغيلها، وصمت رسمي لنظام الانقلاب بعد انتهاء مهلة دراسات سد النهضة. كارثة بتدق الأبواب إن التوربينات بتاعة توليد الكهرباء الحقيقة دخلت تشغيلها بداية العام القادم. وصول توربينات بالصور توربينات توليد الكهرباء لسد النهضة، دي كارثة اللي داخلة على مصر. بدأت الحكومة الأثيوبية في تركيب أولى دفعات التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من سد النهضة، والتي وصلت أمس الأول السبت قادمة من إحدى الشركات الألمانية عبر أحد. ولأننا مش خبراء في السدود ولا الزراعة ولا نفهم الفرق بين الألف من كوز الذرة، فكان لازم نستعين بخبراء في المجال ده. فاستعنا بخبراء على غرار الأستاذ محمد حافظ وهو خبير سدود، وفي الزراعة استعنا بعمنا الكبير والشيخنا عبد الرحمن شكري، وبزميل متخصص في الشأن ده هو الأستاذ مصطفى عاشور والأستاذ المفتي. الأربعة دول كانوا هم عماد أو أساسنا في التعامل مع ملف سد النهضة. في كل وقت كنا بنطلبهم ما كانوش بيتأخروا. من أول الأستاذ محمد حافظ والأستاذ عبد الرحمن شكر والأستاذ مصطفى عاشور والأستاذ المفتي، في أي وقت كنا لما نلجأ لمشكلة عشان نعرف نفهم كنا بنستدعيهم، والناس مشكورة بدون أجر في أي ساعة في أي وقت بدون ترتيب كانوا بيقولوا نعم ويطلعوا يحذروا المصريين. في اكتوبر 2017 اعترف وزير الري بسد النهضة، وكان معانا جزء من مداخلة المهندس المحترم محمد حافظ. استاذ الدكتور محمود ابو زيد اللي كان وزير الري الاسبق
قال جملة حضرتك قلتها من شوية، قال زيارة وزير الري الحالي سد النهضة تعني اعترافا من الدولة المصرية بوجوده وسيؤثر على حصة مصر من المياه. الأستاذ محمود أبو زيد لمن لا يعلم كان وزير ري أسبق. دكتور محمد ودكتور محمود، سؤال، طيب ما هو ما العيب وما الضرر أن مصر تعترف بوجود السد؟ طبعا الاعتراف بوجود السد بالشكل الرسمي اللي عمله وزير الري امبارح، فده بيحط علينا قيد دولي اضافي فوق القيد اللي عمله السيسي في شهر مارس 2015. فمش هيبقى لنا وش ان احنا نعترض على اللي عملته اثيوبيا والتطورات او التعديلات اللي عملته اثيوبيا عن السد القديم اللي كانت بتتكلم عليه ايام مبارك. ايام مبارك كانت بتتكلم على سد 14 مليار، النهارده بقى 74 مليار والسيسي وافق على ذلك بالاتفاقيه. ثم جاء وزير الري ليؤكد هذا القيد ويضيف قيد اخر ويجي ويبارك السد بوضعيته الحاليه. فطبعا كدوله يعني هيبقى عيب علينا بعد كده ان احنا نقول لاثيوبيا لا ده احنا عايزين نشتكيكي وناخدك لاي محكمه دولي. هتقول لنا طبعا في 29 يناير 2018 كنا قلنا في البرنامج ده خلاص مفيش لجان فنيه ودورها انتهى اصلا في يناير 2018. شوف كده ان هتبقى اللجان الفنيه تاني. لجان فنيه لايه؟ السد طلع ده هيملوه. ده اللجان الفنيه دي قبل ما اثيوبيا تضرب مسمار في حيطه. النهارده السد طلع خلص منه حوالي 70%. اللجان الفنيه هتعمل، طب افرض اللجنه الفنيه اجتمعت وقالت نخفض خزان السد، ارتفاع خزان السد، هل اثيوبيا هتهد الارتفاع اللي عاملاه؟ يعني مثلا لو الخزان بيخزن مثلا يعني 75 متر مثلا ارتفاع، هنقول لهم لا احنا عايزينه 25 متر او 50 متر. اثيوبيا هتهد 20 متر من جسم الخزان؟ خلاص انتهت اللجان الفنيه، خلصت يا اخوانا اللجان الفنيه، انتهت دورها، خلص خلاص دورها بقى في الماضي. لدرجه ان واحد اسمه هاني رسلان هو خبير فعلا او رئيس وحده دراسات حوض النيل بمركز الاهرام، والراجل ده يعني الراجل ده سيساوي حتى يعني شعر ظهر رجله، ومع ذلك الراجل ده طلع اعترف النهارده بان القمه اللي انت شفتها دي اللي سيسي طلع قال لك ما فيش، قال لك خطوتين لورا. اهو هاني رسلان رئيس وحده دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات، القمه الثلاثيه لسد النهضه باثيوبيا خطوتان للوراء. الراجل ده يا اخوانا خبير، عارف يعني ايه خبير؟ خبير، اسمع كده شوف، رئيس وحده دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات، سيساوي اكتر من هاني، اكتر من ديار اشواق. ده كان في يناير 2018 وكنا قلنا خلاص اللجان الفنيه خلصت يا جماعه. في يناير 2018 اعلنا وفاه اللجان الفنيه. في 2 مايو 2018 كنا قلنا هنا برضو المصريين لو ردوا بتدخل اسرائيل في النهض في سد النهضه هتبقى اسرائيل من دول المصب. نشوف كده اللواء حاتم بشات بيتكلم على سد النهضه فبيقول، وده سياده اللوز، بيقول بناء سد النهضه له غرض سياسي والمباحثات متعسره ومؤجله لكنها لم تفشل بعد. مش هتفشل، هي مش هتفشل، ما هي مش هتفشل. الحقيقه انه في الشطرنج في كده حركه بتتعمل يبقى الملك لو اتحرك هنا يموت ولو اتحرك هنا يموت. سد النهضه هيوصل عند المصريين كده، المصريين هيوصلوا لمرحله لو ردوا بتدخل اسرائيل يبقى اسرائيل هتبقى دوله مصب للنيل، وده اللي بيحصل دلوقتي، ولو ما ردوش هيموتوا من العطش. لو ردوا هيبقوا باعوا فلسطين للابد، لان الميه عارف يعني ايه دوله مصب. اغسطس 2018 كنا اتكلمنا عن كارثه سد النهضه ودمار زراعه الرز وكيف يدير عباس كامل والسيسي مصر تجاه الهلاك. شوف كده هنوقف زراعه الرز ده، خانقه بقى الرز ده. طب والفلاحين يا عم، فلاحين ايه؟ ما الفلاحين دلوقتي علموا عيالهم
والعيل من دول بيطلع يروح يسافر خليج ولا بتاع ويروح حته بره. يا عم خلاص بقى ما توجعش دماغك يا فندم وبتاع، هي مصدر كده. لكن ما حدش فيهم فكر ان في 500,000 فدان تقريبا اهو، 500,000 فدان مهددين بالبوار لما بتبطل زراعه الرز. 500,000 فدان ما حدش فيهم فكر في دي، ما حدش فيهم فكر ان الفلاح بولاده بعياله بحمارته بجاموسته عايشين على الارض. ما هي الحكايه يا اخوانا، مش انت اشتريت حته ارض وعملت فيها فلاح، بالقصة دي حياة كاملة. كان في أغسطس ده 2018 كنا بنتكلم على تهديد 500,000 فدان، 500,000، دلوقتي بنتكلم على 4 مليون فدان. في أغسطس كانوا بيتكلموا خايفين من بوار 500,000 فدان، النهاردة بيتكلموا على بوار على الأقل من 3 إلى 4 مليون فدان. الحقيقة نلعب بس كده نشوف الفيديو بقيته بيقول إيه. بس يا اخوانا مش فكره ان انا اشتريت شويه ارض كده وهعمل فيها بقى فلاح جديد بقى واد ناصح وهزرع مانجا وتين، مش كده الفلاحه، مش كده. عايزك تستنى لحد الساعه 3 4 كده او 5، اتفرج على عدد العمال اللي طالعين، الاف الاف طالعين من المصانع دي، الاف طالعين من مضارب الرز في طريق ميت غمر المنصوره، وتقعد تتفرج على الاف دي. طب دلوقتي اتمنع هيقل حجم العمال. بعدين بدأنا نلاحظ لما بدأت تنشنش كده وتبان نتيجة فشل المفاوضات بعد سنوات وجولات ماراثونية ومفاوضات ملهاش أي 30 داعي، بدأنا نلاحظ إن السيسي بيحمل مسؤولية سد النهضة على ثورة يناير. ففي 15 سبتمبر 2019 ردينا على السيسي هنا عشان بيلفق لفشل او لفشله يعني في سد النهضه، بيحمله لثوره يناير. تعرف ان في ضرر وانت بتمضي؟ ليه ما عرضتش الاتفاقيه دي على رجال المخابرات المحترمين اللي كانوا موجودين في المخابرات؟ ليه ما عرضتش الاتفاقيه دي على مهندسين الري في مصر وخبراء الري؟ ليه ما عرضتهاش على استفتاء للشعب المصري؟ ليه خدت بعدك كده ورحت زي الحرامي مضيت عليها في مارس 2015؟ ليه قلت للمصريين الناس اللي قلقان على السد، هو انا ضيعتكم قبل كده وقعدت تعمل لهم كده وتترقص؟ النهارده جاي تقول لهم في ضرر؟ النهارده جاي تقول ثوره يناير؟ السد ثوره يناير مش مسؤول عنه، ولا المجلس العسكري مسؤول عنه، انا بدافع عن المجلس العسكري، ولا ايضا محمد مرسي مسؤول عنه. سد النهضه اللي مسؤول عنه اللي راح في 15 مارس تقريبا 2015 راح مضى الاتفاقيه. من يوم ما تم توقيع الاتفاقيه اثيوبيا حط رجل على رجل وبقت تقول لنا مالناش دعوه في اتفاقيه انتوا ماضيين عليها. اللي يرجع في كلامه يبقى ايه؟ واللي يمشي مع العيال يبقى ايه؟ وحتى الان لا زال عبد الفتاح السيسي بيحمل ثوره يناير مسؤوليه السد، وثوره يناير بريئه. ثوره يناير جريمتها الوحيده انها طلعت لنا الكلب ده من جحره. في 22 سبتمبر 2019 مستعده تنزل للسيسي لو عرف يحل ازمه سد النهضه، وخاصه ان اثيوبيا رافضه كل طلبات مصر. شوف كده، انا مستعد ابقى اول واحد في مطار القاهره استقبل السيسي وبوسه كده. خلاص انا مستعد اكتب قصيده شعر عصماء في خالد منتصر وفي السيسي مع بعض، يعني هفتح الاثنين على بعض واعملهم صاله واوضه، وهقول اللي ما قالوش شوقي بيه. انا مستعد وامضي لكم دلوقتي على بيان. لو السيسي عمل حاجه هبس، لو اتذكر عبد الفتاح السيسي بتاعكم قدر يحل مشكله سد النهضه. اسمع يا حضرات الساده المشاهدين، من كام يوم اعلنت مصر فشل اخر جلسه مفاوضات على سد النهضه، صح؟ احنا زعناها هنا. هات 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 الخبر يا علي، معلش الله يخليك. من كام يوم زعنا هنا ان اللجنه الاثيوبيه المصريه اجتمعت واعلنت الخارجيه فشل مفاوضات السد، صح كده؟ سيبك بقى من مظاهرات العيش والخبز والحاجات دي، خليك في المجاعه اللي جايه. عايز اعرف يا محمد يا خير، انت والاخ معتز على البلاعه فتاحهم انت تكلموا وقطاع مش عارف ايه، وقطاع ده مش بس قطاعات المعاشات، ده المصريين هيجوعوا. المهم زعنا، لا هات الخبر، زعنا ان على لسان الخارجيه المصريه ان المفاوضات فشلت، خلاص؟
ليه فشلت؟ قال لك لتعنت الوفد الاثيوبي. اهو يوم الاثنين 16 سبتمبر مصر تعلن رسميا فشل مفاوضات السد. وعشان بس السيسي ما يستعجلش وياخد الحل اللي احنا خوفناكم، احنا توقعنا في 2018 ان المفاوضات ملاش 30 لازمه. في 2016 او 17 حذرنا من ان اسرائيل هتبقى دوله مصب. عشان بس السيسي ما يجيش يحلها والميه تعدي على اسرائيل، في اكتوبر 2019 بتاريخ 12 اكتوبر الشهر ده يعني، كنا قلنا الصحرات اللي موجوده في بر سيناء بتعمل ايه؟ اللي معديه من تحت القناه بتعمل ايه في وقت انت اصلا ما عندكش ميه فيه؟ ده انت مش لاقي نقطه ميه ومعامل صحرات. قال ايه؟ عشان اعمر سيناء. حذرنا من ده في حلقه 12 اكتوبر، نشوفها كده. فاذا انت هتعمر سيناء او هتخليها خضراء الارض اللي في الصحراء، فانت مفترض ان الصحرات اللي طالعه من الـ من الـ من الـ تحت القناه على عمق تقريبا 40 متر مفترض انها تطلع تروي المنطقه دي. طب اذا كانت المنطقه دي انت عمال تدك الناس فيها وتحرق الزيتون اللي فيها وتهجر الاهالي، فلمن الصحرات دي رايحه بالميه بتاعت النيل؟ غريبه جدا. عشان تعرف عمق الصحرات دي وعشان تعرف قوه المشروع ده وازاي اتكلف وايه هو المشروع ده، زميل اسلام عقل شير على صفحته فيديو لمهندس مصري زعلان قوي ان الناس بتقول مش شايفين الجيش بيقول ما بيشتغلش، ادينا بنشتغل 24 ساعة جوه الصحرات وهو واقف جوه الصحرات. عشان تعرف عمق وقوة هذا المشروع اللي هو الصحرات اللي هتعدي او اللي عدت من تحت قناة السويس وهتاخد المياه بتاعت سيناء بتاعت النيل لسيناء، خلينا نشوف الفيديو ده كده. الناس اللي بتهرب وتشوف الناس دي مش شغاله والجيش بيهرب والشعب بيهرب، في مهندسين وفي عمال وفي فنيين وفي ناس شغاله ليل ونهار. بصوا على المنظر، بصوا الارتفاع 60 متر، 60 متر بجد، مش تهريج مش تهريج. اللي عايز يشوف بيجي يشوف ويجي يتفرج. اطلع يا محمد، يلا اطلع يلا. الشباب اللي قاعد في البيت ما هوش شغل ولا مشغله وقاعد يتكلم على الفاضي، يجي يبص، يجي يبص الناس دي شغاله بتعمل ايه. والله 60 متر تحت سطح الميه، وادي اهو نفق كبير صحاره ميه هنعدي منها دلوقتي تحت قناه السويس الجديده كلها، عشان الناس تصدق واللي مش مصدق يجي يبص بعينيه. وادي العمال، وادي المهندسين، وادي الفنيين، ناس يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يرحمهم. اول حاجه اولا انت لفتان صعب جدا تلاقي فيه بني ادم ان المكان 50 حلقه عن سد النهضة، 50 حلقة من 2015 لحد الشهر ده، أكتر من 50 حلقة بنتكلم عن سد النهضة. كان معنا فيهم المهندس محمد حافظ، عمنا وعم الفلاحين الحاج عبد الرحمن شكر، مصطفى عاشور أستاذ المفتي. أكتر من 50 حلقة بنتكلم فيها عن سد النهضة، سد النهضة والعاصمة الإدارية والتفريعة والديون، كل دي كانت قصص الحقيقة كشفت لكل مصري مين اللي كان خايف عليه وحريص على مصلحته، ومين اللي كان بيدلس ويغش ويكذب ويلعب بيك وبأحلامك ومستقبلك وبيوزع لك مخدرات. الحمد لله أننا احترمنا عقولكم، الحمد لله أننا كنا عند حسن ظنكم، الحمد لله على جمهور مصر.